اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب، مرحبا فيكم ورجع عندكم فيديو جديد. فيديو اليوم احلى من فيديو امبارحه. اليوم جايبكم ثلاث شخصيات حماده كريم برهوم، شخصيات كثير تصير على السوشيال ميديا ومحتوى الانتقاد، هن المقتحمين محتوى الانتقاد. يلا خلينا اوكي حبايب القلب، هلا بنبلش بالفيديو. انا حبيت اطلع احكي بالفيديو، فيديو هيك تعبيري وحلو وظريف وخفيف ونظيف، يا عسل يا طيب. انتو هذا الفيديو حيوصل للفيديو ان شاء الله. اوكي حنبلش حكي عن برهوم. برهوم انا بعرفه من 2020 انا عرفت برهوم، مع شاب محترم محتوى انتقاد. حتى هاي قناتهم عارض لكم قناتهم، انا اذا بتشوف القناة كلها يعني هاي الحساب جديد، الفيديوهات كلها انا شايفها من قديم لهلا، فانا 3 سنين مو حسابات صارت كثير على اليوتيوب، كل الفيديوهات شايفها بعرفهم يعني من وقت كثير. وحتى وقت القصة يتلحك عليها وقت صار بدبي، يعني كل القصص بعرفها عنهم. ف حتى وقت تقييم اليوتيوبرز انا عرفته من فيديو من هذا الفيديو تبع سنة 2021. من هذا الفيديو انا عرفت برهوم 2020 2021. الفيديو عرفته يعني محتوى الانتقاد، المحتوى هو اللي بيقدمه ولا الادت اللي بيعمله شيء خرافي وشيء ناري، شيء اسطوري صراحه. حتى في اخواته 2 نروح على قناه كريم محمد كمان نفس الشيء محتوى الانتقاد، فكمان هن ما بيقلدوا برهوم. هن بعطيكم اياها وانا ما عم قلدهم، اوكي عم اقدم نفس المحتوى بس ما عم قلدهم. وإذا بتلاحظوا قناة كريم وحمادة الفيديوهات كلها أنا شايفها، وطلعت دبي كمان هلا لسه شفتوا فيديو تبع طلعت دبي، شايف كتير شغلات إنه قناتهم. برجع على الماضي، أنا الحاضر شوي بيعجبني بس الماضي بضل أحلى، القنوات الماضي بضل أحلى. هلا بالنسبة لحمادة، أنا الصراحة حمادة شاب إنه كلمته قوية، هو دارس حقوق يعني كلمته خلص بده يحكي الكلمة لو بدها تجي هيك، الكلمة دي يحكيها دي يحكيها. أنا بحب هيك شخصيات يكون قلبهم قوي. فكريم بحسه مظلوم شوي، بيعرف قتل بالفيديو بس هلأ صار بدبي ما عاد فيه قتل. برهوم يعني أقسم بالله، هاي أقسم بالله أقسم بالله عم بحكي الحق، لا تسليك ولا أي شيء. محتوياتهم كتير حلوة. هلأ في فيديو عن برهوم أخواتي عم يتنمروا علي، إن شاء الله ألاقي الفيديو. أوكي عم بلش نشوف الفيديو. صلة الرحم اليوم رح نقطعها، القرابة والأخوات ما بدي اسمع صوتها عندي بالقناة. أيوة. ما رح اسمع صوتها عندي بالقناة. أنا بعترف إنه عندي أخين والاثنين من نفس الأب والأم، أنا اليوم رح أتبرى منهم. يا لطيف لدت ناري. خلينا نبلش. كيف السلام؟ كيف كان يا باجا؟ سامبا بيبي. مبدئيا وصلنا هذا الفيديو اكثر من 150 الف لايك معلم. اوكي منفوت بزبطة الموضوع، يعني ما بيعرفون عم يعملوا هذا الشيء كانتقاد بناء ولطيف. خليني اشوف لمحة عند فيديوهات اخواتي اللي فعليا انا ما بحضر. هلا ليش انا ما بحضر فيديوهات؟ لك انت ما تحضر فيديوهات اخوك، انا حضرانهم كلهم، معيب. بس هنن كثير ناس ما بحضر فيديوهاتهم لكثير اسباب، اللي هي انه ما بحب اتقمص اسلوب اي يوتيوبر غير عن قصد. كيف يعني؟ يعني انا اوقات لما بتابع يوتيوبر كثير فجأة بدون قصد بشلف شيء من اسلوبه. انا هيك، فانا بتابعك بس انت واخواتك حرفيا بالسوشيال ميديا كلها، بتابعك بس بتابع برهوم واخواته، ففكر المونتاج وهذا كله باخذه من انا. هي بحكيه علني، ما عندي كذب انا. حيا خليني اكل هواء احسن ما اعدمك حاليا على الكاميرا، تمام؟ اوكي لا حلو طابق وسخان الضيوف وفوطه بظهر بالجناس. سبحان الله، ضيف كان باول رمضان باول فيديو برمضان. لحظه كم فيديو عاملين علي اخواتي؟ خليني اشوف والله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لا مو بيقولوا اخوك الزول. اي بلاها 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 بلاها. هي اخو هذا حماده اللي بعرفه، هذا اخوي الحزام الكلشي. والله غير عاطل. انا ما معي اصف لك شيء. والله تستاهل في امسك هيك.
ماشي ما حدا دخله والله اسمعوا انا ما في يوتيوبر عمره ما دخل. صاروا يوتيوبر صاروا يحكوا عنك. حلو يوتيوبر صاروا يمدحوني لك فديتكم. بس ما علينا يعني الا ما يكون مخبصين بشي مكان. خلينا نعمل ديل انا واخواتي، بدي ارجع افتح فيديو تاني. اذا عن جد ما تحيني بفيديو تاني انا حرش عليكم فلوس مرة تانية. طيب. برهوم كتير اهبل بالتيك توك. والله هدول رح يرجعوا ينضبوا بالغزانة لانه ما ضل عنا مزح. وليش بدنا نستفتح السلسلة ببرهوم؟ كرمال اي حدا يوتيوبر طلعنا واعطينا ردة فعل على المحتوى تبعه. ليك طالعين مع بعضهم تقول تيليتابيز. شو بان تيليتابيز؟ كيو تيليتابيز تيليتابيز؟ هاي 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 تيليتابيز حلوين. ها برهوم بدي الاعلان، عم اشوف لك اعلان. ها اوكي okay. نرجع عم نشوف تسحرني ولا. طيب مش محتاجة تسحرني. ليك طالعين مع بعضهم تقول تيليتابيز. شو بان تيليتابيز؟ كيو تيليتابيز؟ والله هدول الاثنين قاعدين عم يحكوا عني انا واسلام تيليتابيز. واعد تيليتابيز عامل مثل شجرة التفاح هو والكنز اللي لابسها، والتاني كأنه هربان من شي سفينة قراصنة. قدمني ياكل. تتفق معي انه اخوك برهوم من اليوتيوبر او التيك توكر يلي بيعملوا فيديوهات حلوة مثل هيك؟ عن جرس لو انه التيك توك اجمع طلع ولا على المحتوى او قوة المحتوى او قوة المونتاج يلي بيعمله برهوم بينزلوه على التيك توك، نحن ما عنا شي نصوره حرفيا. والله منسكر القناة. عجبت شغلة مربحة. اسمع قاس يا ابا لك انا العكي. هاي بالإدت انا حقد شو لعبة على فيديو ناري. ليك نارية. هاي هالفيديو عجبني كتير. والله ديف هذا الفيديو كتير كتير بحبه. طبعا اغلب الفيديوهات اللي شايفينه عم بيعملوا عليها رد فعل اخواتي هن بنزلهم على انستغرام وتيك توك. طيب اوكي انا هيك شوفوا انه هن مكورين فريق، هن فريق واحد وبس. مشكلة تصير مع برهوم فورا حمادة بنط ودغري ببلش بيحكي، لأني هذا اسمه الفزعة. هاي فزعة. بس كريم بحسه ما هو موجود أبدا. فريق كريم بحسه مظلوم كتير كتير شغلات. كريم أنا عم بحكي عنك بالمنيحة، لازم تعمل لي فولو. أنت وحمادة لازم تعمل لي فولو. أنا صاحب يعني رح بدي أصير صاحبكم. يلا ما تكون هدول الشخصيات حمادة وكريم برهوم من اقوى الشخصيات على السوشيال ميديا، وانا من جهتي هدول بالايام انا من هلا بحكي حمادة وكريم برهوم هدول مثل اخواتي. بعزهم وبحترمهم كتير لاني محتواهم بجنن وغير عالم. بس فوت على قناتهم الصراحة بكون يعني كرهان الدنيا كلها. استمتع بالقناة، بشوف فيديوهات، بتسلى. يعني اللي بده هلا بيجي لي واحد راسه مربع انا ما اعمل فيديو لبياع بصل عندي بالحاره مشان يستفاد منه هو. انا اكيد اعمل فيديو مش لا لك مو مشان اسمعوا لكم. الفيديو عامله انا مشان مشاهدات ومشان وصل رساله للناس اللي بتتابعني. هاي هي القصه. فلاقي يطلع لي واحد راسه مربع شبه هاي، هاي مربع مدور خالص مدور مربع، لا حدا يطلع لي راسه مربع شبه صندوق المحارم ويقول لي انت عم تعمل الفيديو مشان مشاهدات. يعني انا بعمل فيديو مشان مشاهدات مشان اوصل رساله للناس. حمادة وكريم اتمنى منكم تشوفوا الفيديو، قيموا محتواي وتعطوني كم نصيحه لمحتواي. اذا حبيتوا تردوا بفيديو على قناتكم الصغيره على القناه الكبيره انا ما عندي مانع. اشخاص كثير بعزهم وبحترمهم ومحتواهم عندي اياه نمبر 1 بالسوشيال ميديا بالوطن العربي اشمالا. هدول الثلاث شخصيات محتواهم نمبر 1. يعني انا بحسهم الاوائل بالسوشيال ميديا كأدت كتصوير كانتاج ككل شيء. هلا برهوم انا حسيته عم يغير شوي شوي من محتوى، انا هذا اللي حسيته. كريم وحماده مثبتين بس برهوم شوي 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 عم بيحاول يوصلنا ل محتوى جديد. هلا هن عندهم اربع قنوات. في عندك باشا، باشا له قناة عند فيها 900,000 وانا قناتي صلي بعوي فيها سنة ما بعرف سنة ولا شهرين وما فيها 900,000. هلا لا عين ولا حسد ولا شيء، الله يرزقكم بالنهاية. وفي مع الراوي مع الراوي شو مع الراوي لول وبرهم مع الراوي. سعد لي قلبكم والله العظيم. اجمل ثنائي بالسوشيال ميديا واكثر اثنين بتضحك على فيديوهاتهم اثنين كريم وحماد. هلا انا بشوفهم صاروا لسه احسن بالمحتوى قاد بمحتوى برهوم. اوكي
شو بدي لكم؟ هذا الفيديو حيوصلوا حبايب قلبي، ما تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. واليوم تخيل يوم غير شكل حمادة، كريم، برهوم، حمادة عين كريم عين برهوم. القناة ريم اسقاطي بالديسكريبشن، انزلوا على القناة اشتركوا فيها، اكتبوا له من طرف محمد الأسطورة. ولهون بيكون خلص هذا الفيديو، وما تنسونا من دعمكم اخواتي.